Yazidis are. Who's on? 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 Now let me get this fish. Yeah, I'm going to try it. I'm going to try it. والله ايش احكي لك عن الوضع، ما اقدر اوصف لك شلون الوضع. اباده جماعيه صارت، مذبحه صارت بسنجار، يعني ما صارت بالكون كله. وين المنظمات الانسانيه بالعالم؟ احنا شعب يزيدي، اقليات في يعني في العالم. شنو هذا؟ ممكن ماكو احد بالمنظمات الانسانيه يشوفنا، يشوف العالم، يشوف العوائل المهجره، الذبح، القتل، النساء اللي اغتصبوا نساء، اعتقلوا نساء وقتلوا الرجال والاطفال. شوف الجوع بالعالم، ما صار هذا الشيء بالعالم كله، ما صار. يعني شنو اللي صار؟ ممكن تحدد لي مثلا يعني شنو هو اللي صار؟ ممكن تحدد لي يعني تحدد صار يعني ايش صار بيك انت كشخص؟ شنو اللي صار بيك؟ انا كشخص، انا راحت يعني انا كشخص، مو انا ما احكي على شخصيتي واحد، احكي على الشخص، على الجماعه يزيديه كله، النساء والاطفال والقتله يعني ناس ما اعرف ايش احكي لك، ايش احكي لك، اوصف لك شلون اوصف لك يعني. يعني ممكن توصف لي كيف كان وضع النساء مثلا؟ كيف كان وضع الاطفال عندما هربتوا؟ كيف يعني والله كيف تعرض له النساء؟ تعرض النساء للقتل وللاعتقال، يعني جمعوا النساء، والله جمعوا النساء واعتقلوا. شنو اخويا ممكن توضح لنا شنو اللي صار؟ يعني شنو اللي تعرضوا للنساء في سنجار عندما يعني هاجموا جماعه داعش؟ هاجموا جماعه داعش يا اخي، نزلوا الرجال من سياراتهم وقتلوا واخذوا النساء الى مكان مجهول. يعني وين اخذوا الى مكان مجهول، الى موصل، الى تل احفر، الى بعاج، الى ما انا ما اعرف الى اين اخذوا، ولحد الان مفقودين. يعني كم كان عدد النساء اللي اخذوها تقريبا؟ والله اخذ حسب معلومات يعني اخذوا اكثر من 100 نساء من سنجار اخذوا. ورجال وشنو بعد؟ والله يعني القتل الرجال، شوف والله بسيبها شيخ خضر فوق ال 100 شخص انقتل، هسه انقتل بل في الشوارع، مرمي جسسهم بالشوارع. زين انت شو تناشط؟ شو تطالب؟ شو ناشط؟ انا اناشط الجهات الامم المتحده بان يشوفوا لنا حل، يودونا الى 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 فت مكان امن. احنا ناس اقليات ما نعيش بهالبلد هذا، ما نعيش يوميه اباده جماعيه، يوميه قتل، احنا ما عندنا هذا القدره على هذه العيش في هذا المكان. الاسم؟ حجي. حجي شنو؟ حجي خلف. اختنا يعني ممكن توضحي لنا كيف هو كان اوضاع النازحين وشنو اللي شفتيه؟ يعني هل تعرض النساء الى القتل، الى القطف؟ يعني شلون تحدثينا؟ ممكن تحدثيني انت شفتي سنجار كيف كان؟ سنجار قال يرتدي على شرف النساء، هربنا على مود الشرف،
على مود قالوا يزيدية كلهم يقعدون على شرف اليزيدية، احنا هربنا على مود شرفنا، هربنا مو على مود الذبح. علوا ذبحنا مو خاف من الموت، نخاف من شرفنا، على شرف اي واحد انت ما دفاع على شرفك، ما تهزم اذا واحد قال اعتدي على شرفك تتهزم، ماكو قوة، ماكو احد، ما عندنا سلاح، كان عندنا سلاح ندافع على شرفنا. شنو اطفالنا ماتوا بالجبل، النساء خطفوا، شياب ماتوا، ماكو لا دواء لا شيء، هربنا الى الجبل ماكو حول لا قوة، هربنا هنا ما حد جاء علينا، لا قناة جان علينا، لا شيء جاء علينا. هاي الخيمة اشترينا احنا 10 عوائل بها، شنو اهلنا كله دار بالسنجار، هذا بيت زوجي اهلي كل دار بالسنجار. شفتي بسنجار، شفتي قتل النساء، شفتي مثلا موت اطفال، شفتي انتي شلون شفنا؟ ما شفنا شيء بس الهرب. شفتي سمعتي شلون ما سمعنا؟ شمعنا العالم خطفوا نساءهم، اطفالهم ماتوا من الهرب من الخوف. هاي حرمه حماتي كان تموت، ودينا على المستشفى الدهوك من الخوف، 10 ساعات مشينا من سوريا جينا هين، ماكو دفاع عن نفس، لولا سوريا ما وصلنا هنا، ماكو شيء، ماكو دفاع، ما حد دافع علينا. انتم نسوان يزيدين هل تخافون؟ يعني خاف على شرفنا، نخاف على شرفنا، مو من الموت نخاف على مود. راح تصيرون مسلمين يعني طلب منكم؟ لا نحكي على اي دين، احنا الحب ديننا والعالم يحب دينه، لا ما نصير نموت وما نصير على اي دين ولا نحكي على اي دين. اعرف بس اسمعي كلامي، يعني هم طلبوا منكم مثلا المسلحين طلبوا انه تصيرون اسلام، يقولون مو احنا سنجار ورا سنجار، طلبوا منهم وقالوا طلبوا منهم، احنا هربنا من خافنا، قالوا طلبوا وخطفوا النساء احنا هربنا. عوائل كامل خطفوا وذبحوا، احنا خافنا على شرفنا مو على ذبحنا. شكرا على قناتكم. أميرة ممكن توضحينا كيف هو كان وضع النساء في سنجار عندما دخلت جماعة داعش عليكم؟ والله وضع النساء في سنجار صعب حيل، لأن يخطفون النساء والبنات هم يخطفون، وأكو جماعة يعني إحنا نعرفه خطفوا واحدة صديقتنا هي سلوى خلف رشو وكجال شرف رشو من سنجار، وأكو بلقيس ساعات هم خطفوها وامها هم خطفوها. بعد تعرفين انتم تخافون هسه ترجعون على سنجار ولا ما نرجع؟ ما نرجع هسه ما نرجع ابد، ما ترجعون يعني ما قررنا يعني لحد ما السنجار ما يكون امن. اي حتى السنجار يامن بعد نرجع. انتم شو تطالبون العالم، شو تطالبون الامم المتحده؟ هو لنا طالب حقوق اليزيديين، حقوق اليزيديين وهم الشعب العراقي، بس خاصة اليزيديين. يعني هل تعتقدون ان هناك بنات خطفتهم داعش؟ اي اكو. اي والله. شلون يعني اكو؟ ممكن توضحي لنا؟ اي والله خطفوا اكو هنا. خليل ممكن توضح لنا شنو هو اللي صار بكم؟ يعني اللي صار بالعدنانية الساعة 2:22 صار القصف على العدنانية اللي هو مجمع القرزلب، ضرب هاونات، صار حرق بالقاع، صاح وتدبير الله أكبر، وصار قصف هاونات وشفنا الضيم. والله قتلة شفت جرحى؟ شفت قتلة وشفت جرحى وشفت بيوت مهدومة وشفت بيوت واقعة وشفت ناس أطفال بالشوارع مذبوحة وشفت نساء بالشوارع مذبوحين، شفت شياب بالشوارع مذبوحين، هذا اللي شفت. اي نعم. بعدين شنو اللي صار؟ اللي صار انسحبت القوات ما وصلنا عتاد، كنا على الساتر، ما وصلنا عتاد وما وصلنا امدادات، سحبنا من الساتر
وقوات مال البشمركة همينة ما صار ما جاهم عتاد وسحبوا قوات البشمركة. انت ناوي شو تسوي يعني وين راح تروح؟ والله وين اروح، انا اروح اريد بس اشوف لي انا مدي يطلع يجي يصير امان وارجع على السنجار. مدي يصير امان وارجع على السنجار، مدي يصير هسه اريد مكان بس انام بي يكون بي مكان امن، اخلي ولادي هذولا النسوان والجهال الاطفال اللي وياي يكون نامون مكان امن. هذا اللي انا اريده، وانطوني سلاح انا ما اريد كل شيء، بس يجي قوات خارجيه داخليه يصير قوات جيش نروح وياهم ونروح ندافع عن سنجار. شكرا. نموت على سنجار. شكرا. اسم خليل بشار.